Hi guys, كيف تكون الشباب؟ كلكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم طبعا اختي اللي قالت فيديو اليوم هذا هذا الجزء كنت هلوش؟ هذا الجزء الثاني من كيك تورت. نحن ما وقفنا وقتها عند الستروبري، صح؟ تعال الستروبري او ريد فيلفت، لا يمكن ستروبري. شو انا كنت كل شيء من الاول من اللي فتت على الستروبري خلصت. اوكي يلا حنرجع نعملكم كل شيء من الكوفي. من الكوفي بتعرفوا تفت على الكوفي؟ لأن ما كانش باينة عند الكوفي. طلع وراك انا جيت. يلا طعنا. اوكي طبعا يا جماعة هذا الفيديو نحن ما صورنا لكم اياه، يعني ما نشرناه عشان هيك هلا بدنا نعمل الفيديو. يعني هلا تذكرت عنه، هو ما انه الجزء الثاني. ف ها روش ها فكروا الجزء الثاني صورت لكم فيديو. ها لا انا صورت لكم يعني فيديو بس ما نزلت. كمان تنسوش شو تحطوا يا زهرة؟ لايك وشير وسبسكرايب. شو يفعلوا؟ الجرس. اوكي برافو واضحة. باين عندك انت لهون؟ شو مبين عندك؟ انا بس مبين عندك تفاحات. هلا باين. يا طبعا هذه اللعبة يمكن زايرينا فوق الألف. فوق الألف أو تحت الألف. أنا بقول فوق. أنا في كتير ألعاب بكون فوق الألف. حتى اللي بيفكر إنه بروك هافن هي أكتر لعبة زايرين غلط، لأنه كمان في ألعاب يعني أكتر واحدة منها لبروك هافن. أنتوا قاعدة؟ مش لآخر آخر شيء. إيه. كيف؟ كمان يعني فصل عنين وبرجع. اوكي يا جماعة رجعت لكم بعد ما وصلت اختي. تعالوا نطلع لفوق. كمان انتوا بتقولوا لنا امتى بدنا هذا؟ نسوي لكم فيديو نكشف لكم اسرار عن البروك اب. وهذا الصعب اللي على اختي كان، صح؟ هذه مش اللي كانت صعبة؟ ايه بس لا صارت ايزي. اوكي اول شي هون ترجع هون. طبعا نحن بعدنا حافظينه، يعني كمان صرنا زمان هون لاعبين. لا وقعت دقيقة. هلا كل شي اكتبوا لي كومنت حلو بإلي ولا زهراء بتزقي. يلا اوكي فصل الان وبرجع لكم. اوكي يا جماعة وهلا انا وصلت عند اختي. فينا نط من فوق. وابشر شي فيها الكيك هادي. لا وقعتني الشمعة وأنا وقعت رجعت. اوكي استغفر الله ما أعملش فصل عالي. كمان إذا بتعرفوا هاللعبة ها اكتبوا لي تحت بالكومنتس إذا كنتوش بتعرفوها. إذا كنتوش بتعرفوها و بها جربوها لأنها كتير حلوة. وأنا بكتبكم اسم. هلا بدنا نعمل فصل لحن يعني كنت وصلت لفوق. أوكي يا جماعة رجعت لكم. كنت وصلت لهون. يا جماعة أنا
اتأخرت عليكم شوية بقى بفصل عني، لأن وقت لتحيت على وشي يعني عند الأوريو، وقعت من هون كنت، وقعت عند الأوريو يعني شو كنت رد فعلي؟ لا بالضبط شو كسرت الهون يعني ها صعب يعني كان يعني بصير مع كل شيء ما بعرف ايش كيف انا كنت اعمل اخر شيء هلا خليني اطلع لفوق طبعا هول تيبي ببلاش فوش مش بروكس اوكي انا جماعه هروح على البيرثداي كيك وانا كنت دفيت على الريد فيلفت جماعة أنا بالفيديو اللي ما نشرته كنت وقت عايلة هناك أول واحدة هي أول واحدة كانت هادي على أخضر بعدها بينك ودي أطيب شي كيكات ماينكرافت شو جاب القلوب لهنا زهراء نعم تعرفي شو جاب القلوب شو جاب عشان يحطونا ها لا انا عم بسألك بتعرفي ليش انا بعرف ليه انت بتعرفي بس شو جيبوا اللي هو عساس بيرت دي كيك شو جيب اللي قلوب جوا الكيك صح لك يا عمي انا اهبل رجعت نسيت فيه اطلع من الدرج بس اقولك لا انا حابب اعمل باركور ما جاي عباني جاي عبي اطلع من الدرج كل بحس احسن هوني انا وقت فكرت هون بس طلعنا على الدرج فكرت بس فكرت انا كتير قصير انا هلا فكرت كتير قصير هون هلا بشوف مش حينقص دم شو قلتلكم نقص دم شيء اوضع هاي البريفتيك هيك الحقيقي صح ها اوكي ممكن نسمعها نرجع لهنا وين هلا صرنا بالريد فيلفت يعني كل شي ريد خالص مفيش غير الريد قصدون القلوب يعني هون كنا لازم يحطونا القلوب صح يا زهراء مش بالبردي ليه مش عم تحكي كتير انت اشتقني لك حسك مش موجود اول تحكيش صح يا جماعة انا لا وقعتش انا فصل اعلان وبرجع لكم كانت وصلت اختي اوكي يا جماعة هاني اختي وصلت خلونا نكمل اوف كنت حقوقة هلا كنت حقوقة ما وقعتش وين نحن وقعتش اول وحدة اكيد بالنص فينا شنو الجبل اللي بالنص اوكي خلونا نطلع هلا على الكب كيك خلصناها بعد احذروا انتو شو فانيلا فانيلا طلعت الستروبري اوكي يا جماعة ورجعت لكم وان طبعا ها رجعت لكم الستروبري وكمان هون بشوفكم بالجزء التاني باي